لما كبر خالد بن الوليد جاء إلى القرآن، ثم حمل القرآن وقال، أصبح خالد يقبل القرآن وهو يبكي ويقول: شغلنا عنك الجهاد. خالد بن الوليد يقبل القرآن ويقول: شغلنا عنك الجهاد. فوالله ما شغلنا عن القرآن اليوم يا خالد إلا الجهاد. متى آخر ظهور على الفيسبوك؟ قبل بدقيقة. متى آخر ظهور على الواتساب؟ قبل بخمس دقائق. متى آخر ظهور على الإنستغرام؟ قبل بعشر دقائق. لكن متى آخر ظهور أمام القرآن؟ رمضان الماضي. متى آخر ظهور أمام القرآن؟ سؤال وجيه والله، نحن بحاجة إلى أن نسأله قبل فوات الأوان.